السلام عليكم ورحمة الله. في شهر رمضان الكريم نحن نسعى للتقرب إلى الله ونسعى لصفاء الروح، ونحن هنا لنطرح موضوع مهم وهو رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان، وخصوصا بعض الأحيان تزداد برمضان بسبب الصيام وبسبب تغيير النمط الأكل والشرب. ولكي نتجنب حدوث هذه رائحة الفم الكريهة نحن ننصح بالتالي: أولاً الحفاظ على نظافة الأسنان، وذلك باستعمال فرشاة الأسنان وخيط الأسنان. ثانياً المحافظة على نظافة اللسان، وذلك بتنظيفه باستعمال الفرشاة الخاصة، وذلك لتقليل أو إزالة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. ثالثاً الاعتياد على شرب كميات كافية من الماء خلال الليل، وذلك لترطيب الجسم ومنع جفاف الفم. وأخيراً المحاولة التجنب الأغذية الغنية بالتوابل أو البصل أو الثوم المسببة لرائحة الفم. وأخيراً دعونا نهتم جميعاً بصحة الفم والأسنان في شهر رمضان، ورمضان كريم.